ما عقوبة أهل الكبر والمتكبرين الذين لا يراعون مشاعر الآخرين خاصة إذا كان ممن هو محسوب على أهل العلم؟ مشكلة. على كل حال الكبر من كبائر الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكبر من كبائر الذنوب، حرام. بل يقولون إن إبليس يعني ما منعهم من السجود لأنه إلا الكبر، كما قالت: أستكبرت أم كنت من العالين. فالكبر أهلك الكثيرين، فعلى الإنسان المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق الذميم، خلق الكبر. وقد جاء في الحديث إن المتكبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فالكبر من الكبائر والعياذ بالله، خاصة إذا كان الإنسان بعد من يشار إليه بالعلم، وهذا صعب جدا. لكن إذا وقع مثل هذا فهذا لا شك أنه أشد عقوبة، لأن القضية في الآثام كما قلنا يراعى فيها الزمان والمكان والمنصب. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، كان في المكان. وكذلك الزمان، إذا فعل الإنسان المعصية في الأشهر الحرم غير المعصية في الأشهر الباقية. كذلك طبيعة الإنسان نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستنك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنهن زوجات النبي أمرهن يختلف. فالقصد إذن أنه نعم يختلف باختلاف الناس والعياذ بالله.